بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. البنات اللي متبعيني تنسلم عليكم، وبغيت هذا الفيديو يلقاكم ان شاء الله في احسن الظروف والاحوال. وجيت نشارك معكم واحد الرشيمة، هي فيها الخدمة تاعت المبرة وفيها خدمة اخرى يعني مخلطة، واللوينات هما هادو باش عاد نخدم هذا المطاد. غادي نخدمو بلونو وبالقهيوي، نحيد هادو باش يبان لكم اللون مزيان. هما هادو اللوينات باش غادي نخدمو، ثلاثة معصم توا في القهوي. المهم هادو هما اللوينات، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وتبعوا الفيديو البنات وديروا لايك وبارطاجيو القناة باش تعمل فائدة، وتبعوا البنات الفيديو حتى الاخر باش تستافدوا ان شاء الله. هي عندي رشيمة، انا غادي نشارك معكم ترشيمة ان شاء الله. دابا رشامة في التوب، ولكن غادي نوريها لكم ونقول لكم حتى القياس ديالها وداكشي. هي بحال شكل لوايه وغاديه مع الجناب الفتاحي ديال الجلابه اولا قفطان، الانسان فاش ما عجبو يديرها. المهم هادي جلابه حد طريه، ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتبعوا البنات الفيديو.
هادي سيدي وهي سيدي.
خير فيه لا خير فيه يا للا ولا خير فيه يوم ازحام والنيران تشفع فيه وتشفع فيه يا للا تشفع فيه وصلي على محمد صلي وعليه لما ذكر محمد ولا خير فيه ولا خير فيه يا لله ولا وانتم البنات كيشتو انا كملت هاد الجهة بقى لي واحد الجهة اخرى ولكن نوريكم كيفاش طلعت انتم طلعت تبارك الله غزالة وهاد الوينات جاو في هاد المطرد رائعين رائعين ما شاء الله تبارك الرحمن انتم شوفوا الرشيمة كيفاش طلعت قربها لكم وهاد الوريضة كيفاش جات مفتحة خاصها مازال تفينة وتصلح هي المبرة البنات ما تتصلحش من الوجه ما تتهبطوش عليها بالمصلح في وجهها هي تتفور تتصلحو غير الطرز اللي من الجناب واللي محدا ما هي ما تهبطوش عليها بالمصلوح حتى تنعس نتمنى ان شاء الله تكون باينة لكم وتطبقوها والرشيمة ان شاء الله نحطها لكم في المنتدى ولكن لا لقيت لي لايك طالعين في الفيديو ديروا لايك البنات باش نحط لكم رشمه في المنتدى يلا تبارك الله عليكم البنات والى فيديو ان شاء الله جديد وتطبيق جديد ان شاء الله وهذا الرشيمه راه رائعه تبارك الله طلعت وخصكم تشوفوها طبيعيه ماشي في التصوير ديما ما تعطيش الحاجه حقها يلا تبارك الله عليكم والى الملتقى ان شاء الله فيديو جديد.